بص معايا في المسألة ديت كده، بس سيبك من الحل اللي أنا كاتبه هنا ده، لأن أنا مفسره عن كده فرع تاني. A structure is attached to the ocean floor as shown in the figure. A 2 متر diameter circular hatch is located in an inclined wall hinged on one edge. يعني إيه؟ يعني يتم وضع هيكل. شوف بقى المسألة والرسمة اهيت، بس أنا بقولك مالكش دعوة بالحل دي عشان إيه؟ عشان في توضيح اكتر عن كده. بقولك بقى يعني يتم وضع هيكل او جسم بقاع الايه المحيط او البحر بالشكل ده كده كما هو موضح في الشكل. عندي جدار مائل والجدار ايه مائل. الجدار ده فيه فتحة قطرها، الفتحة ديت اللي هي الجيت اللي موجودة فيه، القطر بتاعها يعني جيت بواب على شكل ايه دايرة، القطر بتاعها 2 متر، 2 متر، والجيت ديت راكبة في هنجد يعني او في مفصل على حافة ايه واحدة. تمام نكمل. بقول لك determine the minimum air pressure P1 ماشي within the container to open the hatch. وبقول لك neglect the weight of the hatch and the friction in the hinge. وبقول لك الريسيو تار بألف وإيه وتلاتين. أنا بقول لك عاوزك تحدد المينيموم اير بريشر، تمام، اللي هي البي اي واحد، يعني ضغط قياس الهواء اللي هو الضغط اللي داخل بتاع الهواء اللي هو داخل الإيه الحاوية ديت. وبيقول لك تجاهل يعني وزن الفتحة والاحتكاك المفصلة. ماشي، لاحظ بقى معايا هنا، أنا عندي اللي اداهولي معلوم ان الارتفاع من سطح البحر من الفري سيرفيس من السطح الحر، تمام، الدال لحد هنا بكام؟ بعشرة. وبدأ من اول هنا من اول النقطة ديت اصبح ان قابلني ان في جيت مايلة، ان في جدار مايل، في فتحة اللي هي الجيب بتاعتنا اللي هي دايرة قطرها كام؟ 2 متر. المهم ان انا عندي الجدار المايل اللي فيه فتحة بالشكل ده، تمام. انا عندي الـ HCG من السطح الحر من سطح البحر لحد ايه لحد مركز الثقل، تمام، بتاع الدايرة بتاعة الجيت دي اللي على الدايرة. وعشان الـ YCG ديت اللي هو الطول بتاعها وهي مايلة بتاع طول البوابة المايلة من مركز الثقل للفري ايه سيرفس، تمام. والواي سي بي اللي هو السنتر اوف بريشر اللي هو مركز اللي هو القوة اللي عندي اللي هو القوة بتاعت المية اللي هنا واللي بتأثر على البوابة اللي هي بتأثر على السنتر اوف بريشر، وهنا الطول بتاعها وهي مايلة الطول والجد مايلة من الفري سيرفس لحد الايه لحد السنتر اوف بريشر. والطول بتاعها الطول الرأس بتاعها اللي هو السي بي من الفري سيرفيس لحد ايه السنتر اوف بريشر. تمام، اللي انا عاوز دلوقتي اعمله ان احسب هجيب الاف ار دي بتساوي الجاما، والجاما في الاتش سي جي في الاريا. تمام، انا عارف الاريا الاريا بتاعت الجيت ديت اللي هي بايقة مثلا ار تربيع، تمام، وعارف ان الجاما بكذا اللي هي هضرب الرو في 89 اللي هو الرو اللي مدهلنا في 89. طيب، انا عاوز اجيب دلوقتي الاتش سي جي، مش الاتش سي جي ديت عبارة عن الطول ده اللي هو الاتش اتش اللي انا سميته اتش اتش دي اللي هو بعشرة زائد الحتة دهيت زائد الحتة ايه زائد الحتة دهيت. ماشي، طب الجزء ده لو انا جبته مش هقدر اجمعه على العشرة ويبقى انا كده جبت ال HCG كويس. هجيبها ازاي؟ هجيبها من عن طريق المثلث ده. انا عندي ال HCG اللي انا عاوز اجيبها هيت اللي هي ال H، انا سميتها مثلا جزء اللي هو ال HCG مثلا، انا سميت دي برضو اللي هي ال HCG، المفروض كنت انا اسميها حاجة تانية بس مش مشكلة. وديت ال YCG الـ YCG. انا عندي مش انا عندي الساين 30 بتساوي الـ HCG على الـ YCG،
كويس. الواي مش الاتش سي جي هتساوي الواي سي جي. الواي سي جي ديت مش عباره عن النص، اقصد يعني الحته ديت اللي الواي سي جي بتاعتها في المنتصف، يعني الطول ده اللي هو المنتصف، السي جي اللي هي نص البوابه من هنا لهنا اللي هي الواي سي جي هتبقى عباره عن النص الجزء ده، فهيبقى عباره عن نص في اتنين اللي هي اتنين، يعني اللي هو اتنين اللي هو قطر الجيت اللي هي على شكل بوابة، واقسمها على الاتنين عشان تبقى الجزء ده اللي هو بايه بواحد. فساين كام؟ 30. فساين 30، يبقى انا كده جبت له الاتش سي جي اللي هي الجزء ده، جبناه بنص في اتنين فساين 30. يبقى انا كده اقدر ان كده طلعتها بعشرة وايه ونص، لما تعوض هنا بقى الاتش اتش زائد الجزء ده اللي هو طلعناه بساين 30 واحد في ساين 30 اللي هو بعشرة ونص. كده اعوض عادي الاريا بتاعت الجيت هنا عبارة عن دايرة، مساحة الدايرة باي على الاربعة في الديسكوير او باي ار تربيع، الار هنا نص القطر بواحد، هتطلع الاف ار هتطلعها بتلتمية تلاتة وتلاتين نيوتن. تمام. طيب احنا عارفين ان الواي سي بي، الواي سي بي اللي هو الطول السطح المايل اللي هو الطول من الفري سيرفيس لحد السنتر اوف بريشر اللي هو الايه بتاعت لحد الجيت اللي عند القوه الاف ار، ما هتاثر عند السنتر اوف بريشر اللي هو عند مركز القوه دي اللي هو مركز الضغط. تمام. اللي هو الطول بتاعها وهي مايله ديت من الفري سيرفيس بتساوي الاي سي جي على الاريا في الواي سي جي زائد الواي سي جي. تمام. احنا عارفين ان الواي سي جي ديت، الواي سي جي اللي هي منول الفري سيرفيس لحد الايه، لحد هنا. كويس. تمام. مش لو انا عندي الواي اتش ديت، الواي اتش ديت معلومه، يعني اللي انا عاوزك تفهمه ان الواي سي جي ديت عباره عن الواي اتش الجزء ده زائد الجزء اللي فاضل من الجيت. دلوقتي اعرف الطول ده، مش الطول ده هو اللي هو عباره عن واحد، مش ديت عباره كلها عن جيت والقطر بتاعها اتنين، السي جي مش بتاثر في النص في المنتصف، هنا واحد وهنا واحد، يبقى الدايره كلها اتنين. تمام. يبقى اللي انا عاوز اقول لك اللي انا عندي الجزء ده معلوم اللي هو عباره عن نص قطر الجيت اللي عندي اللي هي نص قطرها واحد. لو انا جبت الجزء ده هو تعرفته بكام، اقدر ان اجيب الواي سي جي، هيبقى الواحد زائد الجزء ده هو. طيب الواي اتش ديت اجيبها ازاي؟ هجيبها من عن طريق المثلث. ازاي؟ بص هنا كده، بص في الجزء ده كده، انا عندي المثلث اهوت، ادي الزاويه التلاتين ديت اصلا كانت تلاتين، هتلاقي ان دي تلاتين، ديت الواي اتش عندي اهيت وديت العشره اهيت. تمام. انا عاوز دلوقتي مش الساين تلاتين عباره عن المقابل على الوتر، المقابل بكام؟ بعشرة على الوتر اللي هو الواي اتش. تمام. طب انا عاوز الواي اتش، الواي اتش هتبقى عباره عن ايه؟ عشرة على ساين ايه؟ تلاتين. هتلاقي الواي اتش انت جبناه بكام؟ بعشرين. كده اقدر اقول له ان الواي سي جي، الواي سي جي عبارة عن الجزء ده هوت الواي اتش اللي احنا جبناه بعشرين زائد الجزء ده هوت اللي هو بايه؟ بواحد. يبقى الواي سي جي جبناه بكام؟ بواحد وعشرين. تمام. احنا عارفين عن الاي سي جي اللي هي بتساوي اللي هي حاجة بباي في ار باي في ار اس اربعة على اربعة، هنطلعها بقى ايه على الاربعة، ديت من الاشكال اللي احنا كنا مدينها في فيديو الشرح بتاع الجيت ديت، وهبقى اسيب ان شاء الله في الوصف فيديو شرح عشان ايه هتسهل معاك اكتر. فهتلاقي ان انا عندي الواي سي بي، هجيب بقى السنتر اوف بريشر للجيت وهي ايه مايلة، هتساوي الاي سي جي اللي هي بقى على الاربعة على الاريا، الاريا اللي هي الباي في الواحد، بي هتطلع معاك بواحد، يعني انا اقصد يعني ان انا عندي الاريا باي ار تربيع اللي هي مساحه الايه الدايره دي، باي ار تربيع يفضل لك باي عن الواحد ايه
بيروح. ماشي، انا عندي الواحد وعشرين ديت اللي هي الواي سي جي اللي احنا لسه ايه جايبينها من هنا زائد الواي سي جي، يبقى انا كده قدرت ان اجيب الواي سي بي بكام؟ السنتر اوف بريشر بواحد وعشرين والايه بواحد وعشرين متر. انا كده اجي هو عاوز من داخل الحاوية ديت يحسب الضغط اللي بيأثر على الجيت ديت اللي بيزق الجيت ديت من ايه من الحاوية، في هنا هوا بيضغط على البوابة عاوز يحسب بالضغط الهوا دي ايه عاوز اشوفه بكام. تمام، خلي بالك احنا في داخل الحاوية هنا اللي هي داخل الحاوية اللي داخلها الهوا دي الضغط المؤثر فيها بتاع الهوا منتظم، فبالتالي فإن محصلة هذا الضغط وهي القوة F اللي هي بتساوي البي واحد في الاريا هتؤثر فين؟ في نقطة مركز الثقل للجسم. تمام، وما تتلخبطش بينها وبين الايه المائع في الكلام ده، ديت حاوية داخلها حاوية داخلها ايه داخلها هوا، فالهوا ده اكمنه ثابت جواها فيأثر فين؟ في مركز الثقل اللي هي السي جي. تمام، فهتلاقي هنا لما اجي تطبق المومنت حوالين الاتش بزيرو، ماشي، سموش المومنت حوالين اي نقطة بتساوي ايه صفر، هتلاقي ان الاف ار هتاخدها بالموجب عشان بتلف عكس عقرب الساعة، بتلف النقطة عكس عقرب الساعة اهيت. تمام، في واي سي بي ناقص الواي اتش، وانا هقول لك ده ازاي في الطول بتاعها يعني اللي هي الواحد وعشرين واتناشر من الف ديت في ناقص العشرين ديت والعشرين ديت اللي هي الايه الواي اتش، وانا هقول لك على دلوقتي المفروض ناقص البي في الاريا ديت يا بتلف مع عقرب الساعة راحة للنقطة بس بتلف مع عقرب الساعة كده. تمام، البي واحد في الاريا في الطول ايه بتاعها، ادي البي واحد في الاريا عبارة عن الباي في الار تربيع في الطول بتاعها، هي بتأثر في مركز الثقل فهتلاقي ان الطول بتاعها بواحد. كويس، يبقى انت هنا هتلاقي ان البي واحد في الباي في الواحد تربيع في الواحد المفروض كانت تبقى بالناس وديتها هنا لما الناحية ايه التانية، فهتلاقي ان البي واحد بمية وسبعة ايه كيلو باسكال. كويس، تعالى بقى اقول لك ان الطول بتاع الاف ار جه ازاي. تمام، انا عاوز دلوقتي احصل على الطول دي بس، الطول ده بس، مش انا لو قمت جاي مش الطول من هنا لحد هنا اللي هو عبارة عن الواي سي بي. تمام، مش لو انا طرحت منه الواي اتش اللي هو الجزء ده كده يبقى انا كده حصلت على الطول المايل ده من اول الاتش لحد الاف ايه ار، هو ده اللي انا طبقته تحت بالاسفل كده ايه بالظبط. نيجي نشوف بقى برضو مسألة تانية عشان الفكرة توضح ايه اكتر ان شاء الله.